نصوم نقوم ونحيا مع الله في كل حال نعمر بالخير الدنيا ونرضي بهذا نصوم نقوم. نعم أجمل إذا ملأنا هذه اللحظات بالذكر. قرار نريد أن نتخذه اليوم لنصبح من الذاكرين الله عز وجل كثيرا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أعظم الكلمات. لئن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير مما طلعت عليه الشمس، يعني خير من الدنيا وما فيها، القائل محمد صلى الله عليه وسلم. هناك نداء عجيب، نداء من رب العالمين لأهل الإيمان، يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله واذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. أبو حسين عندي سلام أبغى أوصله لك. سلم. وأبغى أوصله لأبو باسل وأبغى أوصله للمشاهدين. في إنسان تحبونه ويحبكم يسلم عليكم، توقعون مين؟ إبراهيم عليه السلام. النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرج به إلى السماء التقى بنبي الله إبراهيم أبو الأنبياء عليه السلام في السماء الرابعة وقال يا محمد أبلغ أمتك مني السلام وأخبرهم بأن الجنة قيعان، يا سلام، أرض خصبة للزراعة، الله، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله الله أكبر. الله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى إبراهيم عليهم السلام. وذاكرين الله كثيرا، يعني ليس ذكرا قليلا. وتلاحظون حتى في القرآن الكريم أن الله عز وجل العبادة التي قرنت بالكثرة هي الذكر. الله أكبر. وعبادة سهلة، سهلة جدا، وما تحتاج وضوء، وما تحتاج إلى ميقات، ولا تحتاج إلى مال ولا مكان، ولا مكان. الذين يذكرون الله قياما الله وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. على طاري والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، اذكروا الله ذكرا كثيرا. يقول أحد السلف اذكر الله حتى يظن من يراك وانت قاعد تذكر الله كأنك قاعد تكلم نفسك، من كثرة ما تذكر الله اذكر الله حتى يظن من يراك أنك مجنون. يعني انت قاعد تكلم نفسك وما يدري انك انت في ملكوت آخر قاعد تذكر الله وتعطر أنفاسك بذكر الله. والعجيب أبو حسين يقول الله عز وجل في حديث قدسي من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه. يا أخوان والله نعمة عظيمة، الله يذكرني في نفسه سبحانه وتعالى. الله أكبر. استشعر. فاذكروني الله عز وجل يقول فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. من اللي يذكرك يا شيخ؟ الله. من؟ الله. منو؟ ومين احنا؟ عشان يذكرنا الله. الله يقول أنا جليس من ذكرني. الله أكبر. أنت تذكر الله، الله معك. كل ما تحركت الله. شفتيك الله معك. الله. واستدل بعض أهل العلم بهذا الحديث بأنك إذا ذكرت الله وأن الله معك لو دعوت الله لاستجاب الله لك. الله. لو سألت الله لأعطاك الله. لو رجوت الله لا أعطاك الله ما تريد. تدري يا أبو حسين النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الصحيح أنه مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. الله، هذا حي وهذا ميت. الذي يذكر هذا حي لكنه ميت الثاني. نسأل الله العافية والسلام. يتنفس يا أخي، ما هي مو عايش حياة حقيقية.
مو عايش حياة حقيقية. فعلا الواحد يحقق الحياة الحقيقية بأنه فعلا يكون ذاكر، لكن هو توفيق صح؟ نعم، لولا توفيق الله لما استطعت أن تقول سبحان الله. وإذا وفقك الله وقلت الحمد لله، الحمد لله، أنت تحتاج أن تحمد الله على أن وفقك من أجل أن تذكر وتحمد الله. أبو حسين، بالذكر تغفر الذنوب. من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. وفي رواية حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. من قال تبغى الله يرضى عنك بالذكر. إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، يعني يحط اللقمة في فمه يقول الحمد لله، يقول الحمد لله رضي الله عنك، الحمد لله، وليس بعد رضا الله إلا الجنة. يشرب الشربة فيحمده عليها. بالذكر، بالذكر أنت تنال أعالي الجنات. درجات الجنة تبنى لك بمقدار ذكرك لله. زين، شنو اللي نسويه احنا الان في اليوم والليله حتى على الاقل نكون قريبين من درجه الذاكرين الله عز وجل كثيرا؟ سبحان والاخوات الذاكره سبحان الصلوات. الله عز وجل يقول ولذكر الله اكبر، ولذكر الله اكبر. هناك ذكر عجيب في الصباح يقال: من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كتبت له 100 حسنة، ومحى الله سبحانه وتعالى عنه 100 سيئة، وكأنما أعتق 4 رقاب من أولاد إسماعيل عليه السلام. وكذلك كان بينه وبين الشيطان حرزا، يا سلام، حصن، حصن ما يقدر يستطيع يوسوس لك بشر. ولم يأتي الخامسة: ولم يأتي بأحد أفضل منه إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد. يا سلام. السؤال طيب حلو. السؤال الحين اللي أساس نختم فيه حلقتنا، سؤال حلو، نبي حنا الآن نطبق، نبي شيء عملي. حنا الآن الحمد لله حلقنا. إذا أراد الإنسان أن يدخل في الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أقل القليل أن يأتي بالأذكار التي بعد الصلوات الخمس، نعم، والصباح والمساء، ودعاء خروج المنزل ودخول المنزل. يحاول أن يحرص على هذه الأذكار المشروعة في أوقات معينة وفي أماكن معينة حتى يدخل في الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ويحرص أن يذكر الله في كل وقت وفي كل حين. ألا أنبئكم، يقول محمد صلى الله عليه وسلم، ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضرب أعناقكم وتضرب أعناقكم. قال الصحابة: بلى يا رسول الله. يبغون يعرفون هذه العبادة اللي أفضل من الجهاد وأفضل من الإنفاق؟ قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ذكر الله. والله قال الله: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. لحظات جميلة أعزائي المشاهدين فعلا نقضيها مع ذكر الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وجميل عزيزي المشاهد أن نتخذ قرارا لنعيش هذه اللحظات الجميلة وكل لحظات حياتنا بين ذكر الله عز وجل وبين التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. حتما ستكون أنت الفائز وستكون حياتك مع الله أجمل. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعالي الجنان يا رب العالمين. نتوب نذوب اشتياقا إلى الله في كل آن، فلا شيء أحلى مذاقا كدمع يريح الجنان. نتوب نذوب اشتياقا إلى الله في كل آن، فلا شيء أحلى مذاقا
اشتياقا كدمع يريح الجنان. حياتي مع الله اجمل حياتي مع الله وقلبي لي تبتل صياما دعاء صلاه.